عليكم، معكم محمود من قناة تروا لايف. التعليم في أوكرانيا بقى بالأوكراني، السنة التحضيرية بالأوكراني. أنت عايز تدرس بالإنجليزي هتحتاج إن أنت تسألهم في جروب بالإنجليزي السنة دي، يقوموا يضموك عليه، تقوم من غير سنة تحضيرية تتعلم على طول، ومن غير تويفل ومن غير آيلتس ومن غير أي حاجة، هتبدأ في السنة الأولى من الدراسة. لكن اللي عايز يتعلم بالأوكراني او اللي عايز يتعلم بالروسي، خلاص مبقاش في روسي، بقى في اوكراني بدايه من 2020-21، العام الدراسي 2020-21 اصبحت الدراسه في اوكرانيا رسميا قرار ان لازم باللغه الاوكرانيه، فالسنه التحضيريه هتبقى بالاوكراني. لو انت موافق اهلا وسهلا، مش موافق شوف بالانجليزي بقى، وانت ونصيبك، انجليزي بتاعك كويس او مش كويس ده اعتمد عليك انت، لان هم ما بيختبروكش اصلا في الانجليزي، ولازم تكون الجامعه يكون فيها قسم انجليزي زي ما بقول لك، يبقى في جروب مكريتين وده هيتعلموا بالانجليزي. ملاحظه، عندي ملاحظتين في النقطه دي. الملاحظه الاولى ان هو لو اتعلمت بالاوكراني ايه الاستفاده بتاعتك؟ الاستفاده بتاعتك ان انت هتعرف او هتتعلم بلغتهم، فهيعلموك يعني اقصى حاجه يقدروا يعبروا عنها، لكن الانجليزي بتاعهم ممكن مش حلو قوي، الدكاتره او البروفيسورز او الناس اللي بتعلمك، فمش هيدوك المعلومه قوي، هيديك اللي في الكتب وخلاص. وبيستعينوا بكتب بتاعه جامعات معينه عالميه يعني. انت على قد فهمك انت بتقدر تفهم، لكن هم على قد فهمهم مش بيدوك غير حبه معينين، انت ممكن تنهل من العلم على قد فهمك، ممكن فهمك اعلى منهم، تعرف احسن منهم. لكن معظم الدكاتره اللي بتعلم بالانجلش حسب خبره الناس اللي اتعلمت ودرست بالانجليزي في اوكرانيا، بيقول لك الانجليزي بتاعهم مش قوي، وتحس ان هم ما بيدوش معلومه كامله او بالكاد الحاجه اللي هي تفهمك الجزئيه دي، وممكن ما تفهمهاش، يعني اقول لك هي كده، بالذات في المجال الهندسي بيبقى فيه مشاكل كبيره جدا في موضوع الفهم ده، رغم ان المجال الهندسي يعتبر يعني حاجه عالميه، يعني اللي بيدرس هنا هو اللي بيدرس هناك، هو في امريكا في بريطانيا في مصر في كل دوله تقريبا هو واحد، علم واحد. لكن بتحس ان المعلومه بتوصل لك ناقصه دايما، لان هما الانجليزي بتاعهم كده، هو اللي عارفينه وبيدرسه لك وبالشكل ده. لكن لو بتعلم، دي النقطه الثانيه، يعني ان هو احسن لي طبق جاي اتعلم بالانجليزي، بقول لك الانجليزي هو مشكلته في كده. لكن ميزه الانجليزي انك تقدر تشتغل في العالم كله، انك انت خلاص متعلم بالانجليزي، بالذات المجال الطبي. المجال الطبي ان هو في العالم كله بيدرس بالانجليش، باللغه الانجليزيه، فانت هتيجي تتعلمه بالروسي او بالاوكراني ايه فايدتها؟ لكن في بقيه المجالات يستحسن ان انت تتعلم باللغه الاوكرانيه، لان مثلا اي مجال، مش هقول لك بقى مجال الهندسات بس ولا الطب بس، لا اي مجال اخر لما يكونوا هم متفوقين فيه وليهم علمهم الخاص لازم تعلمه بالاوكراني عشان تعرف احسن وتتعلم منهم احسن، وكمان تتعلم لغه البلد اللي انت عايش فيها وثقافتها اسرع. عشان لو انت ناوي تستقر وتتجوز من اوكرانيا هيخدمك اللغه الاوكرانيه. هتخدمك ان انت السنتين ثلاثه العشره اللي انت قاعدهم في اوكرانيا تبقى عايش فيهم مرتاح وانت عارف اللغه. اكتسبت لغه والثقافه وكمان العلم خدته جبت اخره. تقدر حتى تقرا الكتب الادفانس بتاعه الرسائل الماجستير والدكتوراه من غير مشاكل، انك عارف اللغه كويس وعارف المصطلحات. لكن الانجليزي هيعمل يعني حاجز بينك وبين اوكرانيا البلد اللي انت هتبقى عايش فيها لمده 5 سنين، اخر سنه بس هي اللي يمكن تحس ان انت قربت شويه تبقى منهم، او يعني تبقى فاهم البلد كويس، هتلاقي نفسك خلاص فيستك بتاعه الطالب قربت تخلص في السنه السادسه وهتمشي، فهتحس برضه نفسيا ان انت مش عايز تتعلم اكتر من كده وكفايه اللي اتعلمته. بس فهي دي إجابة السؤال اللي الناس سألتولي، ندرس بالأوكراني ولا ندرس بالروسي ولا ندرس بالإنجليزي؟ خلاص مبقاش في روسي في أوكرانيا، الروسي تروح تدرسه في روسيا. أنا الكلام اللي قلته على أوكرانيا ينطبق على روسيا، إن أنت روسيا ممكن تدرس بالروسي ممكن تدرس بالإنجليزي، فالإنجليزي هل هيفيدك؟ برضو الروس الإنجليزي بتاعهم ممكن يكون مش قوي، أو طريقة النطق بتاعتهم غير الإنجليزي بتاع النطق بتاعنا، ففي كلمات كتير هتلاقيها واقعة منك في المحاضرة، تلاقي مثلا في 40-50 كلمة وقعوا منك ضيعوا المعنى، فهتلاقي نفسك عايز المحاضره دي عايز تسمعها تاني وتالت عشان تفهم او تقرا بنفسك وتجتهد. الميزه ان الكتب الانجليزيه كتب عالميه، بالذات في مجال الهندسيه، المجالات الهندسيه والطب طبعا. لكن تقول ايه بقى؟ يعني في ناس بتبقى مصر ان هو يعني يقول لك لا انا لازم اتعلم بالانجليزي، والانجليزي بتاعته اصلا مش كويس، فانت لو الانجليزي بتاعك مش تمام قوي، ما تجبرش نفسك على حاجه او تقول يعني ده برستيج انا بتعلم انجليزي اصلي ناوي اروح كندا. طب ما تروح كندا من الاول، ومين قالك ان كندا هتعترف بالجامعه دي؟ فما تحطش نفسك في تساؤلات كتيره، احسم الاجابه انجليزي ولا روسي. انا مش بقولك لازم تتعلم روسي او
تدرس بالروسي، لا حسب المجال بتاعك وحسب رغبتك وحسب خططك اللي بعد كده. ومش بقول لك لازم تتعلم بالانجليزي، لان برضو ده حسب خططك اللي جايه. في ناس هتموت وتتعلم بالروسي، ليه؟ يقول لك علشان الروسي بتاعي يتحسن بسرعه وما اقدر اتجوز بسرعه. في دماغه الجواز والعيشه في روسيا اكتر ما في دماغه حته العلم. فبرضو حسب انت الغرض ايه. المنظر جميل من هنا، بص. يلا وننهي الحلقة على كده. نشوفكم على خير، في حفظ الله. السلام عليكم.